بتحاول تضمن دايما ان
بس بتاعت الجامعة قليلة عشان أوميجا لايف تبقى إيه؟ عالية. فأنا لما أجي أنالايز الأوميجا دوكيا اتفقنا إن هي المفروض تبقى جاية من السيريس كاباسيتورز، يبقى كل البارلل كاباسيتورز تو جراوند ملهاش تأثير في الحتة دي. فيبقى لما أنالايز دي أنالايز بس السيريس كاباسيتورز مش كده؟ وحسبنا لها تايم كونستنت زي ما عملنا المحاضرة اللي فاتت، ويبقى البارلل كاباسيتورز ممكن أعمل فيها إيه؟ أفترض إن ملهاش تأثير أو بمعنى آخر إنها إيه؟ وقفت. تمام؟ يعني عكسنا. خلاص يبقى هنا السيريس كاباسيتورز هتبقى شورت، وهنا البارلل كاباسيتورز كانت هتبقى ايه؟ كانت هتبقى اوفر. تمام؟ وانا هنتكلم على الكلام ده في المحاضرات اللي جايه اول محاضره تانيه. طبعا الكلام ده ايه؟ لو انا هعمل دايركت اناليسيس هنحتاج اعمل الاسامبشن دي؟ لا، لو محتاج اعمل دايركت اناليسيس ممكن ايه؟ انا رايز دايره كلها في كل الكاباسيتورز خلاص، بس احنا بنتكلم على الكلام ده عشان نبسط السولوشن بتاعنا. لان زي ما شفنا المساله اللي فاتت في الاخر هي طلع الترانسفير فانكشن حاصل ضرب ايه؟ التو كومبوننتس، واحد اللي جاي من الاوميجا لو اللي هو هنا، والتاني اللي جه منين؟ من الاوميجا 5. تمام؟ فممكن انلايز الداتا دي لوحدها ودي لوحدها، مش كده؟ احسب الاوميجا 5، احسب الاوميجا لو، وانلايز الدايره من غير اي كاباسيتور، احسب ايه منها؟ المين باند جين، مش كده؟ سميها المين باند جين، ويبقى الترانسفير فانكشن بتاعتي المحصله هي ايه على طول؟ حصل ضرب ثلاثة ترانسفير فانكشنز مع بعض. مش كده؟ الجزء اللي جاي من الايه؟ من الميد باند، والجزء اللي جاي من اوميجا هاي، والجزء اللي جاي من ايه؟ من اوميجا لو. تمام؟ وهنشوف الكلام ده في الايه؟ في الاكزامبلز اللي جايه ان شاء الله. في اسئله لحد الجزء اللي فات ده؟ كان انت بتتكلم على ايه؟ ايه اللي هيجيب البروزيتيف كاباسيتورز اللي كنا بنتكلم عليهم؟ احنا قلنا البارلل كاباسيتورز في الدايره ممكن تيجي من لود بعد الامبليفاير بتاعي، او ممكن تيجي انهيرتلي من الايه؟ الفابريكيشن الطريقه اللي انا بفابريكيت بيها الديفايسز. فلازم دي تو اسمها البارلل، هي عباره عن ايه؟ كروس سكشن ان ان موس ترانزستور، مش كده؟ ان ان موس ترانزستور بيبقى في ان ديفيوجن اللي هي السبستريت السورس، وان ديفيوجن الدرين تبقى معموله في البي تايب ماتيريال او السبستريت اللي هي بنسميها البادي او البالك. تمام؟ ودي اللي بيحصل فيها الايه؟ الشانل. وبعد كده الجيت تيرمينال بيبقى ايسوليتد بالايه؟ الاوكسايد فوق في الشانل. طيب ايه اللي هيجيب لي بقى البارازيتيك كاباسيتنسز؟ لو جيت ابص على اسهل حاجه اللي انا ببص عليها الدرين والسورس هم عباره عن ايه؟ الدرين والسورس لو جيت ابص على الدرين ريجن مش في هنا في الحته دي يعني غير ان في شانل، يعني خلينا نرسم الشانل بس عشان تبقى واضحه. الشانل هتفوق فين؟ هتفوق هنا، وعلى حسب انت في الساتوريشن ولا في اللينير ريجن الشانل هتبقى يا اما كامله يبقى تبقى ايه؟ بينشت اوف، مش كده؟ طيب فدي ما فيهاش مشكله، الفلو اوف الكترونز ماشي من الدرين ثرو شانل وطالع من السورس او ايه؟ او العكس حسب هو اند ولا بي. بس احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على parasitic effects. خلاص parasitic effects معنى ايه؟ هو الدرين ده مش end type material، والسبستريت او اللي هي البادي بتاعي ده بي تايب. طب مش هيحصل بينهم بي انجنكشن ولا لا؟ في بي انجنكشن. الطبيعي ان البي انجنكشن دي تبقى ريفرس ولا فورورد؟ اللي هي عندنا بالاحمر دي المفروض دي تبقى ريفرس ولا فورورد؟ كنت ريفرس. ليه لازم ريفرس؟ لان انت عايز الكهرباء كله يطلع فين؟ في الدرين، من التيرمينال اللي فوق، عشان اي حاجه تليك فين؟ في السبستريت. صح؟ فدايما الدرين تو بالك جانكشن هتبقى ايه؟ ريفرس. نفس الكلام بالنسبه لمين؟ مش برضه في جانكشن ثانيه هنا؟ هل انت عايز اي حاجه تنزل من السورس للسبستريت؟ دايما مش بتبقى عايز ايه؟ اي فلو اوف الكترونز من السورس للسبستريت. خلاص عايز ايسوليت السبستريت، عايز الكارد كله يمشي منين؟ من الدرين تو سورس، ومفيش حاجه تنزل في السبستريت. فاذا برضه في بي انجنكشن ما بين السورس وما بين ايه؟ البالك. طب البي انجنكشنز دول اتفقنا ان هو ريفرس بايس، البي انجنكشنز لما بتبقى ريفرس بايس ايه؟ بتريبريزنت ازاي على طول؟ يبقى ليها ايه؟ كاباسنس. صح؟ وبتاعت السنه اللي فاتت ازاي تحسب الكاباسنس دي؟ مش كده؟ الكاباسنس دي فانكشن في الايه؟
في الريفرس بايس فولتج وفي البروبرتيز بتاعت البي ان جنكشن وانا وكل الكلام ده. صح؟ فاذا اول حاجه كده اول ما بصيت على الرسمه يبقى اكيد في الموديل بتاع الماس الهاي فريكونسي اناليسيس في كاباسيتور او افكتيف كاباسيتور ما بين الدرين للبلك وما بين السورس ومين؟ والبلك. طب والبلك ترمينال ده عاده بيوصل على ايه؟ على الجراوند. مش كده دايما بوصل البلك على الجراوند؟ ليه بوصله على الجراوند؟ عشان يبقى اقل فولتج. عشان يبقى ايه؟ الفولتج بتاعه قليل. عشان الفولتج بتاعه قليل وعشان ما يفتحش الجنكشنز، مش كده؟ عشان دايما الدرين والسورس يبقوا يا اعلى منه يا بيساووه، فايه؟ عمره ما يفتح الجنكشن ما بين الدرين للبلك او السورس للبلك. تمام؟ فدايما الاسامبشن بتاعي ان انا بوصل البلك على الايه؟ على الجراوند. طبعا مش شرط، ممكن بعض الديفايسز يعني يمكن نتكلم عن الكلام ده ال تسمعوا الكلام ده في السنين اللي جايه يمكن او الترم الجاي، ممكن تعمل حاجه اسمها ديب انوال تعزل الديفايس فتقدر توصل البلك على السورس. بس دلوقتي خلينا نفترض انها موصله على ايه؟ على الجراوند. طيب غير كده في كباسيتس ثانيه هتظهر منين؟ الجيت ماتيريال مش دي في دايلكتريك وبعد كده في تشانل تحتها؟ طيب مش ده كانه بارلل بيك كاباسيتور؟ بارلل بيك كاباسيتور عامل ازاي؟ يعني كان في ايه؟ كوندكتور ودايلكتريك وايه؟ وكوندكتور. الكوندكتور اللي فوق اللي هو الجيت صح؟ الدايلكتريك اللي هو السيلفر اوكسايد، فين الكوندكتور اللي تحت؟ اللي هو الشانل نفسه. يبقى اذا هيبقى في كاباسيتنس ما بين الجيت وسورس اللي هي بنسميها ايه؟ سي جي اس. وطبعا برضه ممكن جزء منها يتنقل على ايه؟ الجيت تو درين. تمام؟ على حسب بقى لو الشانل مفتوحه يعني في الترايل مفتوحه من ناحيتين الكباسيتنس دي ممكن تموجل انها تتقسم على الاثنين. نص يروح للدرين ونص يروح لايه؟ للسورس. لكن لو الشانل بينش اوف معظم الكباسيتنس هتروح فين؟ ناحيه السورس. فهي نتيجه الايه؟ الشانل بلس لو تبصوا في الفابريكيشن دايما بيبقى في حته كده بنسميها ايه؟ الاوفرلاب. يعني شايفين الجيت دخل شويه فوق الايه؟ فوق الدرين فبنسميها اوفرلاب كاباسيتنس. فجزء منها من الاوفرلاب وجزء منها جاي منين؟ من الشانل. فيبقى عندي تو اكسترا كاباسيتور اللي هو سي جي اس والايه؟ وسي جي بي. بس فدول المين فور كاباسيتورز في الموس ديفايس. هحطهم بقى ازاي في السمول سيجنال موديل بتاعي؟ نفس السمول سيجنال موديل مش كده؟ ديبندنت سورس سي جي ام جي اس والار او. بس الفرق دلوقتي ان انا اوبتيفايت بقى ايه؟ الاربعه كاباسيتورز دول ما بين الجيت للسورس حطيت سي جي اس، ما بين السورس للبلك حطيت سي سورس بلك، ودرين تو بلك حطيت ايه؟ سي درين بلك. مش كده؟ والبلك طبعا زي ما احنا قلنا هنختار ان هو جراوند، عشان كده وصلت الكاباسيتورز تو ايه؟ تو جراوند على طول. وبالتالي الكاباسيتور الاخير اللي هو مين؟ اللي هو سي جي دي اللي هو ما بين الجيت تو ايه؟ الجيت تو درين. يبقى اذا هو ده الهاي فريكونسي موديل انا هستعمله للمين انالايز الموس ديفايس في اي ايه؟ في اي هاي فريكونسي ابلكيشن. طبعا بقيه البارامترز بتاعت الموديل بقى انتوا فاكرينها من السنه اللي فاتت الجي ام بعرف احسبها من كي تايمز ال بي افكتيف مش كده؟ ريليتد للبايس بوينت او سكوير روت 2 كي في الاي والار او هي ايه؟ معنى العظام ده في الاي بي اس مش ديفايس. طبعا في اكسبريشن تاني للجي ام برضه اللي هو ايه؟ فاكرينه؟ بالظبط اي دي على ايه؟ على جي اس بالظبط يعني هتعوض بس وتشيل ايه؟ بدل البي جي اس تحط الدلاله الاي على ايه؟ على البي افكتيف مش كده؟ كان ايه؟ كان 2 اي على البي افكتيف مش كده؟ صح؟ تمام هنرجع نتكلم عليها في السلايد اللي جايه لما نتكلم عن الباي بولر خلاص. طيب ايه الوضع بقى بالنسبه للباي بولر؟ الباي بولر نفس الايه؟ نفس الايفكتس خلاص احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم على الاثنين في الكورس بتاعنا خلاص. الباي بولر ترانزستور لو تفتكروا احنا كنا دايما بنرسمه ازاي قبل كده؟ كنتوا بترسموه ان هو حاجه عامله المنظر ده صح؟ مثلا نقول ان بي ال مش كده؟ طبعا دي رسمه مبسطه لشكله لكن هو في الحقيقه لما بيجت فابريكيتد بيجت فابريكيتد على نفس السيليكون سبستريت اللي هي برضه ايه؟ البي تايب سبستريت خلاص؟ فدي السبستريت
هي نفس اللي كانت في الايه في السلايد اللي فاتت. طب هعمل ازاي بقى ال NPND؟ هيقوم عامل ديفيوجنز بالمنظر ده كذا واحده جوه بعض. تمام؟ طب لما عمل كذا واحده جوه بعض يقوم جاي على السبستريت وعمل واحده كبيره الاول اللي هي الكلمه. وبعد كده واحده جوه اللي هي البي واحده ثانيه اللي هي الايه؟ ال N بلس. لا فين البايبولر ترانزستور بتاعي ده؟ دي لو بصيت على الحته دي شايفين المقطع ده كده؟ لو بص اول ماتيريال هي عباره عن ايه؟ N اللي في النص بي اللي تحت N هو ده اللي ايه؟ هو ده البايبولر ترانزستور بتاعي. طيب اول N فوق اللي هي الايميتر طبعا هوصلها بسهوله مش كده؟ هوصلها على طول هعمل كونتاكت واوصل عليها. طب البيز بقى اللي هو البي اللي في النص هوصله ازاي؟ بما انه في النص اضطر اوصله ازاي؟ من هنا. صح؟ فعشان كده عمل ايه؟ قطع اكبر شويه عشان يعرف الكونتاكت البيز. تمام؟ ونفس الكلام بنزل مين؟ الكولكتر. هوصله ازاي؟ ثرو ايه؟ ثرو الحته دي. فيبقى كان في اكسترا ريزيستنس مع مين؟ مع الكولكتر ومع البيز. نتيجه الحته اللي انا عملت لها ايه؟ الطريقه اللي عملت بيها الفابريكيشن. طيب لو جيت ابص على الموديل ده اجانب، تعال نبص على الديفرنت البارازيتيك كاباسيتيز. اول واحد واضح قوي الكولكتر. الكولكتر ان تايب مش كده؟ والسبستريت بي تايب. برضه دايما الجنكشن دي هتبقى ايه؟ اذا في ان جنكشن هتبقى ريفرس لان اوصل السبستريت على الجراوند، بس بالتالي اقدر موديل الايه؟ الكاباسيتيز بين الكولكتر والايه؟ السبستريت. ده بنسميه سي كولكتر سبستريت. يبقى دي اول بارازيتيك كاباسيتيز. طبعا كل الكباسيتس دي اللي بنتكلم عليها سواء في النص او الباي بولر فانكشن في ايه؟ غير الماتيريال والحاجات دي. لا الكباسيتس مش فانكشن في فريكونسي صح؟ الامبيدنس فانكشن في فريكونسي بس الباقي ده الكباسيتس فانكشن في ايه؟ الاريا بتاعت الديفايس مش كده؟ مش كل ما الاريا بتاعت البي ان فانكشن دي تزيد الكباسيتس هتزيد ولا لا؟ يبقى كل ما الديفايس سايز هيكبر. يعني تخيل انت عايز تكبر جي ام مثلا في النص فتكبر الفويس سايز يحصل ايه على طول الكاباسيتس؟ هتسكيل مع الاريا على طول فتبدا تلاقي الهاي فريكونسي الكونز تحصل لها ايه؟ بدات تشفت اللور فريكونسي. فدايما بيبقى في تريد اوف في الديزاين في الحاجات اللي هي ايه ريليتد للسايز بتاع الديفايس مع الكاباسيتس او البارازيتيك كاباسيتس. طيب هل دي الكاباسيتس الوحيده؟ ولا برضه ايه؟ ما بين الاميتر تمام ادي الميتر اهو وما بين البيز مش في بي ان جنكشن؟ طب بي ان جنكشن دي برضه ليها ايه؟ كاباسيتنس مش كده؟ فدي بنسميها سي بي اي او سي فاي خلاص؟ هي بتموديل البيز الميتر كاباسيتنس او كمان بتموديل الايه؟ التشارجز الستورد في الايه؟ في البيز. نفس الكلام بالنسبه للجنكشن الثانيه. مش عندي جنكشن ثانيه ما بين مين؟ ما بين الكولكتور والبيز صح؟ برضه الجنكشن دي سفيه الجنكشن لو انا شغال في الاكتف ريجنز ريفرس بايس هي برضه فاينايت كاباسيتس هنسميها ايه؟ السي ميو برضه هتخش معايا في الايه؟ في الهاي فريكونسي موديل بتاع الباي بولر. احط الكلام ده ازاي؟ ازود بس الباي بولر موديل. باي بولر موديل زي الماس الفرق بس وجود مين؟ وجود الار باي مش كده؟ يعني كل حاجه هي الفرق بس وجود الار باي عن الماس. كل اللي هعمله بس اضيف بس اما ايه؟ سي فاي والسي ميو ما بين الكولكتور للفيس والايه؟ والسي كولكتور سبستريت. خلاص في الموس ديفايس كان عنده اربع كاباسيتنسز مش كده؟ البايبولر عنده كام؟ ثلاثه اللي احنا شايفينها. خلاص طبعا عشان نكمبليت الموديل لما بنشتغل بقى في الفيري هاي فريكونسي ابلكيشنز في فاكتور كمان ممكن نضيفه اللي هو بنسميه البيز ريزيستنس او الجين ريزيستنس حسب انت ماسك ولا باي بولر. تمام؟ بمعنى ايه؟ شايفين البيز هنا؟ عشان اوصل للبيز اضطريت امشي شويه. تمام؟ فشويه دي اضيفها ازاي في الموديل؟ انا هحط هنا ايه؟ ريزيستنس صح؟ عشان اموديل ايه؟ البارازيتكس الحته اللي انا مشيتها جوه لحد ما اوصل للبيز كونتاكت. تمام؟ وليه اشمعنى بتاعت البيز بالذات؟ دايما بتاعت البيز بتبقى فيري كريتيكال في الريسبونس بتاع الدوائر. يمكن الامبيدنس بتاعت الكولكتر تاثيرها ما بيبقاش ايه؟ ما بيبقاش عالي قوي. نفس الكلام بالنسبه للماس. الماس الجين بتاعه بيتعمل من ايه؟ ما هوش ميتال صح؟ بيتعمل من ايه؟ بولي مش كده؟
الريزستنس الريزستنس بتاعته اعلى من السورس والدرين. السورس والدرين بيتعملوا ازاي؟ بميتال كوندكتور صح؟ فبرضه فور كومبليتنس ممكن نضيف جيت ريزستنس مع ايه؟ مع الموس موديل. طبعا يعني ده بيعقد الاناليسيس شويه بس بنتكلم عليه عشان تبقوا بس فاهمين ايه كومبليت بيكتشر يعني. بس احنا مش بالضروره هنستعمل الايه؟ الجيت ريزستنس في الاناليسيس بتاعنا في المسائل بتاعتنا. الحاجه بس الاخيره هنقولها هنا طبعا الجي ام والار باي والحاجات دي ففي المعدات بس بتاعت الباي بولر. الفرق بينه وبين الموس ايه؟ الباي بولر كان ايه؟ جي ام بتساوي ايه؟ اي سي على بي تي صح؟ طيب سؤال سريع كده لو يبقى انا لو بقارن بين الموس والباي بولر الباي بولر جي ام قلنا اي سي على ايه؟ على بي تي مش كده؟ الموس اثنين ايه؟ اي جريد مش كده على ايه؟ بي جي اس ماينس بي تي مش كده اللي هي بي فاكتور يعني. طيب لو انت بتقارن كده بين الاثنين هل في حاجه يعني واضحه تقول لك اني احسن؟ ده اعلى اني اعلى الموس ولا الباي بولر؟ الموس. ليه؟ عشان طب اسالك حاجه انت بتقارنهم طبعا في ذا سيم كارنت مش كده؟ يعني لو انا عايز اقارنهم مفترض ان انا ماشي نفس الكارنت هنا نفس الكارنت عشان المقارنه تبقى عادله مش يبقى سيم باور كونسمشن مش كده؟ يبقى فور ذا سيم كارنت او سيم باور كونسمشن عايز اشوف اني بين جي ام اعلى لان جي ام اتحسنت ايه؟ لجين اعلى. طيب هي البي تي دي اون اوردر في كام؟ صح؟ طيب الفي فاكتور دي بتبقى في الرينج كام؟ يعني راف نمبرز كده فاكرين الارقام؟ ماشي تعتمد طبعا على التكنولوجي وتعتمد على حاجات كتير خلاص بس في المودرن سينوس تكنولوجيز الرقم ده ممكن يبقى في الرينج مثلا 0.2 فولت تمام تقريبا يعني ممكن تبقى البي تي مثلا 0.4 والبي جي اس اعلى منها ب 0.2 طبعا بتبقى على التكنولوجي بس انا بقول ايه؟ رف طيب فالريشيو بين ده قد ايه؟ مين اصغر؟ البي تي ولا البي فاكتور؟ البي تي تقريبا 10 اضعاف صح؟ 10 مرات او اقل من الجي ام هنا هتبقى قد ايه؟ تقريبا 10 اضعاف بس في فاكتور في طبعا بس مش هيعمل فرق كبير فدايما هتلاقي المقارنه دي في صالح مين؟ الباي بولر عشان كده بنتكلم عن الباي بولر ان الابلكيشن اللي مهم قوي عندك البرفورمانس بتاع الامبليفايرز او الجيم هتلاقي ناس بتروح ناحيه الباي بولر الابلكيشنز اللي انت ممكن تساكرفايس فيها برفورمانس عشان تعرف تعمل انتجريشن اكتر مع الديجيتال سيركتس يبقى احسن تروح لمين؟ للموس فهي حسب الايه؟ حسب طبيعه الابلكيشن اللي انت بتديزاين ليها. طيب تعالى نتكلم الاثنين ليهم كاباسيتنس الفرق بس ان لما تبقى فورورد الجنكشن هتلاقي الويب بتاع الجنكشن هيتغير فبالتالي الكاباسيتنس هتختلف بس خلي بالك ان السي باي مش بس بتمودل الكاباسيتنس بتاعت الجنكشن هي برضه في جزء منها داخل فيه ديفايس فيزكس ان هو بيمودل الشارجز الستورد في البيز فاهم قصدي؟ فمش هنخش قوي في الفيزكس هي بتتحسب ازاي تمام؟ بس احنا عايزين ندرس الفيدباك بقى بتاعها خلاص؟ هو انا مش مقتنع ان في كاباسيتنس ما بين البيز والسبستريت لان انا شايف ان انا ما حدش قال ان في ما بين البيز والسبستريت احنا قلنا في ما بين البيز والكولكتور وما بين البيز والليميتر وما بين الكولكتور والسبستريت هي واصله في السلايد بس معلش بس هي مقسومه صح انا خلاص هي بس مع دخلت فوق شويه الريزيستنس بتاعت البيز دي قلنا عباره عن ايه؟ انت دلوقتي عشان توصل البيز ريجن خلاص نرسمها كده مثلا ادي الايميتر وادي البيز اهو صح؟ تمام فانت عملت الكونتاكت هنا بس البيز الحقيقي فين؟ البيز الحقيقي نهايته هنا صح؟ لان هو ايه؟ ان في ان هو ده الديفايس فانت عشان توصل من هنا لهنا في ايه؟ في فاينل ريزيستنس دي اللي احنا بنسالها دي فدي بتموجل البيز ريزيستنس نفس الكلام في الموس في الجيم ريزيستنس فورزيتك يعني حاجة
حاجه انت صنعتها كويس بالطريقه دي هي ظهرت بس انت مش عايزها. خلاص يبقى فهمنا ايه انواع الكباسيتورز اللي هتصور لنا في الديفايسز. الكباسيتورز دي قيمها ايه عاده؟ طبعا تعتمد على الديفايس سايز زي ما قلنا، كل ما الديفايس هيكبر تكبر، بس في العاده الكباسيتورز دي هتظهر تاثيرها في الفيري هاي فريكونسي ولا في الفيري لو فريكونسي؟ الفيري هاي فريكونسي، لان عاده بتبقى الكباسيتورز صغيره وهي دي اللي هتليمت الفريكونسي ريسبونس بتاعها. فغالبا لما نيجي نانلايز الاوميجا هاي هي دي كل الكباسيتورز اللي ايه؟ اللي هتخش معانا اللي هي البارازيتيك كاباسيتنس او اي بقى لود او شنط كاباسيتنس في الدايره بقى بعد كده. هنبقى نشوف الكلام ده قدام يعني. ما اللي بيحدد هم هيظهروا في الاوميجا هاي ولا الاوميجا لو ايه؟ ها؟ مش بس موضوع مرتبط ولا سيس، اهم من كده ايه؟ القيمه بتاعتهم، لو القيمه بتاعته صغيره يبقى تاثيرهم هيظهر فين؟ في الهاي فريكونسي. خلاص هنتكلم برضه على السيريس كاباسيتورز اللي في الديفايس هتعمل ايه في المحاضرات الجايه ان شاء الله. طيب توبيك يعني ايه كمان عايزين نتكلم فيه عشان نعرف نكاركترايز الهاي فريكونسي برفورمانس بتاع اي ديفايس انا بستعمله. يعني لو واحد مثلا جه قال لك انا عايز ديزاين دايره امبليفاير معين في جيفن تكنولوجي. خلاص جيفن تكنولوجي دي معنى ايه؟ انت لما تيجي تصنع ترانزستور زي ما شفنا في السلايدز اللي فاتت، انت ممكن تختار التكنولوجي اللي انت عايز تصنعها فيها. خلاص في بعض التكنولوجيز ممكن تبقى مور ادفانس عن تكنولوجيز ثانيه. ازاي اعرف كاركترايز ترانزستور في تكنولوجي؟ فالناس اتفقوا على حاجه نسميها الترانزستور ترانزيت فريكونسي الاف تي. خلاص او نسميها يونيتي جين فريكونسي ساعات، يعني اف تي ترانزيت فريكونسي او يونيتي جين فريكونسي. خلاص ايه الـ FTE دي بقى؟ قال لك طيب انا عايز اكاركترايز ترانزستور، يعني انت جاي مصنع مثلا معين في ماليزيا، قال لك انا بعرف اصنع ترانزستورز، ومصنع تاني في تايوان مثلا، قال لك انا بعرف اصنع ترانزستورز احسن من مصر، خلاص هتقارن بينهم ازاي؟ فقال خلاص هنعمل حاجه نتست بيها الديفايس لوحده عشان نعرف نقارن بين الاثنين نشوف اي البرفورمانس بتاعه يبقى احسن. تمام؟ لو هبني امبليفايرز او حاجات زي كده. طيب فايه ابسط طريقه؟ قال لك طيب انا عايز اشوف الترانزستور ده فيه جين قد ايه؟ خلاص؟ طب لما اجي افكر الجين احنا دايما متعودين ان في اوت على ايه؟ على في ان، بس طبعا مش شرط. صح؟ ممكن يبقى في اوت على في ان، ممكن يبقى اي اوت على اي ان، ممكن يبقى حسب انت او ممكن يبقى حاجه ميكس، صح؟ ممكن يبقى في اوت على ايه؟ على اي ان مثلا. طيب فعايزين نلاقي طريقه ستاندرد. خلاص طيب تعال نبص على الترانزستور، فجيت وصلت الترانزستور. لو انا بصيت على الفي اوت قبل ما ابدا افكر فيها كده، الفي اوت عشان احسبها هتبقى فانكشن في مين؟ في الترانزستور بس ولا فانكشن في اللود؟ هتبقى فانكشن في اللود صح؟ لان انا لو جيت احسب الفي اوت من الترانزستور ده، الترانزستور ده السمول سيجنال موديل بتاعه عباره عن ايه؟ هيبقى في كرنت هنا ماشي قيمته ايه؟ جي ام في الـ V مش كده؟ ده اسمه سيجنال موديل بتاعه. طيب فلو جيت احسب الـ I اوت سوري الـ V اوت يبقى لازم اضرب الـ جي ام في الـ V E في مين؟ في الـ Z دوت. بس انا مش عايز ادخل الـ Z دوت في الكومباريزون مش كده؟ عايز اعمل تقسيمها عشان اقارن بس الترانزستور. يبقى اذا المنطقي ان انا ابص على مين؟ على الـ I اوت. ليه؟ لان انا ابص على الـ I اوت هعمل ايه في الـ Output؟ هشورت سيركت الـ Output واشوف كل الـ Output كارنت اللي ايه؟ اللي هيخرج من الترانزستور. طبعا الشورت سيركت ده اي سي مش كده؟ مش دي سي، يعني احنا مش رسمين في الرسمه هنا الدي سي بايس بتاع الترانزستور، بس بنانلايزه من ناحيه الاي سي فريكونسي ريسبونس. فعملت شورت سيركت وفهمنا كده ان اللوجيكال ان انا لما احسب الجين ابص على الاوتبوت كارنت عشان اخد كل الاوتبوت كارنت اللي خارج من الايه؟ من الترانزستور. طيب تعالوا نكمل المعادلات وبعد كده هقنعكم ليه نبص على ايه؟ على الاي ان كمان، يعني احنا هنحسب الكارنت جين اللي هو اي اوت على اي ان. خلاص احنا فهمنا دلوقتي ليه اي اوت، هشرح لكم كمان شويه ليه اي ان. تعالوا نحسبها بس الاول. اي اوت هي ايه؟ هي ايه على طول؟ جي ام في في ان مش كده؟ لان في ان هي مين؟ هي في بي بتاعت اوت. طيب يبقى اللي ناقص ايه عشان اجيب اي اوت بدل اي ان؟ اشيل الفي ان واحطها بدل مين؟ الاي ان. طب ايه العلاقه بين في ان واي ان على طول؟ ها مش هي الزد ان؟ الانبوت امبيدنس اللي انا شايفها من الترانزستور. طب الانبوت امبيدنس انا
هي عباره عن مين هنا؟ ها؟ الكوين مش كده؟ لو انا بتكلم عن الدي سي بس، الكلام اللي احنا اتكلمناه السنه اللي فاتت، يبقى الفي ان هي الاي ان مضروب في مين بس؟ في الار كوين. بس الكلام بقى اللي احنا اتكلمنا عليه السنه اللي فاتت، في كاباسيتنس فين؟ واصله منين لمين؟ ها؟ في الهاي فريكونسي موديل بتاع الترانزستور في كاباسيتور منين؟ من الزد. من البيز للايه؟ للايميتر اللي هو جراوند، صح؟ اللي هو السي فاي، هيبقى ما بين البيز للايميتر والايميتر جراوند. بس تعالى نقلب السي نيو دلوقتي، هو في سي نيو منين لايه؟ من البيز للكولكتور، تعالى نقلبه بس هنا، رغم ان هو في الاخر هينزل بارلل معاه، مش كده؟ يعني لو بصيت السي فاي هيبقى واصل من البيز للجراوند، والسي نيو واصل منين لايه؟ البيز للكولكتور، والكولكتور جراوند، فهينزلوا بارلل مع بعض، فانا عايز اتصور في الاناليسيس هي الاثنين بس دول هيخشوا بارلل مع بعض، يعني يتجمعوا على بعض. طيب وهيخشوا ايه علاقتهم بار باي؟ بارلل معايا. فيبقى الاي ان يبقى في ان واي ان موجود في الايه؟ في الانبوت امبيدنس بتاع الترانزستور اللي هو ار باي بارلل مع الانبوت كاباسيتنس اللي هي واحده على ايه؟ اس سي باي، وممكن اضيف عليها ايه كمان انا زائد ايه؟ سي دي. طب خلاص يبقى انا جبت العلاقه بين اي اوت واي ان، اقسمهم على بعض ويضرب بس الامبيدنس دي بعض اوصل لايه؟ الاكسبرشن ده. طيب ايه الاكسبرشن ده؟ جي ام اف ار باي هي معمول في الباي بولر. ها؟ هي البيكر صح؟ السلايد اللي فاتت. فوسطته يبقى طلع ان ايه؟ الكرنت جين اي اقل اي ان معطى بالايه؟ بالاكسبرشن ده. وده منطقي لان في اللو فريكونسي الاي ان هو مين على طول؟ هو البيس كرنت مش كده؟ والاي اوت هو مين؟ بص على الرسم هو كونكتور بالعلاقه بينهم كان المفروض تبقى ايه على طول؟ ايه اي سي على اي بي؟ هو البيتا صح؟ يعني اي سي على اي بي في الباي بولر طالما هو في الاكتف ريجن هي الايه؟ هي البيتا بتاعت الكاندوس. فلو فريكونسي الترم ده مهم يبقى على طول بتطلع لي ايه؟ البيتا. طب ايه اللي حصل بقى؟ الهاي فريكونسي ايه اللي حصل للجين بتاع الترانزستور؟ هيبدا يحصل ايه؟ هيبدا ايه؟ يبقى لو جيت ارسمه هيبقى زي الرسمه اللي فوق، هيبدا من لو فريكونسي الجين بتاع الترانزستور الكرنت جين اي ار اي ان هيبدا في البيتا، ويبدا يقل من البول فين؟ واحده لايه؟ سي باي ار باي مش كده؟ ده البول فريكونسي. طيب انا اللي يهمني ايه بقى هنا؟ من التعريف فوق اليونيتي جين فريكونسي، فهيبدا يقل بسلوب قد ايه هنا؟ ده سنجل بول يبقى يقل بماينس 1 دي بي بير ديكيت. اقدر اكسترابوليت واشوف هيقابل ال 0 دي بي عند فريكونسي كام ولا لا؟ سهل، اقدر اكسترابوليته اروح احسبها من هنا. احسبها ازاي هنا؟ اساوي الكلام ده بكام؟ 0 دي بي او كام؟ هو امبير على امبير صح؟ اساوي بكام؟ واحد مش كده؟ هساوي الكلام ده الماجنتيود بتاعه ايه؟ 1. طب الكلام ده انا عارف ان هو فيري هاي فريكونسي ولا لا؟ مش كده؟ طب يبقى اقدر اعمل ابروكسيميشن وهم الواحد ده ولا لا؟ مش كده؟ خلاص فيبقى الماجنتيود هيبقى مين على مين على طول؟ البيتا على سي باي ار باي في اوميجا مش كده؟ اللي هناخد الماجنتيود يبقى احسب بقى الاوميجا اللي الكلام ده عندها بواحد. طبعا البيتا ممكن ارجعها تاني جي ام ار باي، فالار باي هيحصل لها ايه؟ هتروح مع ار باي هيطلع لي الاوميجا بتصير على طول سي باي على ايه؟ بس جي ام على ايه؟ على سيكوال. يبقى اللي هي الاكسبرشن ده فيبقى الاوميجا تي لليونتي جين فريكونسي اللي هي 2 باي يعني في الاف تي اللي هي طلع بي جي ام على سيكوال. تمام؟ نفس الكلام اقدر استنتجه بالظبط في المص، بس بدل ما تبقى جي ام على سي باي هتبقى جي ام على ايه؟ سي جي اس. خلاص انا حسيتها لكم انتوا بتعملوها از ان اكسرسايز. نفس الكلام ده بالظبط تقدر تستنتجه للمص ديفايس، بس بدل ما يطلع جي ام اوفر سي باي. طبعا ممكن اضيف كمان معاها ايه هنا قلنا؟ سي نيو، يعني هو الاكيوريت اكسبرشن هي جي ام على سي باي زائد سي نيو، ودي برضه نفس الكونسيبت بتبقى جي ام على سي جي اس زائد سي جي دي اللي هو الجيت تو درين كاباسيتس. طيب ايه بقى معنى الكلام ده؟ ليه الاف تي از ا يوسفول بروبرتي لما اجي اقارن بقى ديفايس بديفايس؟ هي بتريبريزنت ايه هنا الاف تي؟ اللي ادخله ولا ايه هو اللي خدته؟ ماشي انت بتتكلم عليها من ناحيه الجيم. لا انا بتكلم بقى بص عليها من ناحيه هي طلعت بتساوي ايه؟ يعني انا لو قلت لك الترانزستور ده عنده اف تي، الاف تي طبعا محتاجها ايه؟ فيرلس لانها فيرلس خلاص. فايه قلت لك عندك ترانزستور الاف تي بتاعته 100
100 جيجا بس، والترانزستور الثاني 200 جيجا بس. ده معناه ايه؟ اللي الاف بي بتاعته اعلى، بص على الاكسبريشن كده معناها ايه؟ معناها ريشيو ما بين الجي ام والكباسنس اعلى. ده احسن ولا لا؟ احسن، لان معناها كنا سين كباسنس، الكباسنس اتحدد لي مين؟ البنجوت. هقدر احصل على جين ايه؟ اعلى. او العكس فور ذا سيم جي ام، صح؟ يعني معناها في جين هقدر احصل على كباسنس ايه؟ اقل، اللي هي معناها بانجوت ايه؟ بانجوت اكتر. صح؟ عشان كده هي مترك مفيده قوي في ان انا اعرف الترانزستور ده احسن من ده واقارن بينهم، تمام؟ لانها تديني ريشيو ما بين مش بس الجين، الجين تو ايه؟ تو الكباسنس. خلاص؟ وطبعا الارقام اللي هي في المودرن بايبولر والسي موس تكنولوجيز ممكن حتى توصل اعلى من 200 جيجا هرتز، يعني حاجه 200 جيجا هرتز في حاجات اعلى من 200 جيجا هرتز. ودي طبعا انديكيشن عن السيركتس اللي انت تقدر تديزاين عن التكنولوجي دي، لان انت مش هتقدر تحصل على جين عند فريكونسيز اعلى من الاف تي. فدايما هتشوف الاف تي بتاعت التكنولوجي وهتبقى بالديزاين سيركتس بتاعتك اللي انت بتشتغل عليه لور فريكونسي. عاده الناس ما بتطلعش اعلى من هاف الاف تي ويمكن ثلث الاف تي كمان. يعني لو انت على 100 جيجا هرتز بروسس ممكن ما تقدرش تديزاين سيركتس اكتر مثلا من ايه؟ من 30 جيجا هرتز او حاجه و30 جيجا هرتز. ليه؟ لان احنا عايزين نحسب اليونتي جين فريكونسي، صح؟ يعني احنا قلنا باي ديفينيشن تعريف الاوميجا تي هي للجين للكرنت جين هيوصل عندها 1، صح؟ فساويه بس الاكسبريشن ده 1، ما هو ده الجين، صح؟ ف يعني احسب لي الاوميجا اللي عندها ده 1، بس عملنا ابروكسيميشن بسيط لان احنا عارفين ان الفريكونسي عالي. هو ده تعريف ال ده تعريف اليونتي جين فريكونسي، هي الفريكونسي اللي عندها الكرنت جين هيبقى 1 او 0 0. تمام؟ طبعا الاف تي مش هي المترك الوحيد، عشان برضه نبقى ايه في تفاوض، مش هي المترك الوحيد في الكومباريزن بين التكنولوجيز. الاف تي زي ما اتفقنا ده هي عباره عن الكرنت جيم. في بعض المتركس الثانيه في حاجات ثانيه الناس تسميها الاف ماكس، دي بتبص مش بقى على الكرنت جيم، بتبص على الباور جيم. تمام؟ ففي بعض المتركس الاخرى بس ايه هنركز بس على الاف تي. فين السي بي يو بس؟ احنا ما رسمناهاش، بس هي مرسومه فين او موجوده فين؟ ما بين الكولاتر اللي ايه؟ للبيز، مش كده؟ يعني مكانها هنا، صح؟ فلو بصيت عليها الكولكتور جراوند هتنزل فرق لما فتجمع بس عليها. طيب حد خد باله ليه بقى عرفنا الكارنت انبوت ولا لا؟ يعني ليه بقى عرفناها اي اوت على اي ان؟ لو كنت عرفتها اي اوت على في ان، ايه اللي هيحصل؟ كانت هتبقى فين على طول؟ كانت هتبقى ايه؟ كانت هتبقى شيء اما بس، فمش هتبقى فيها معلومات كتير عن الديفايس، يبقى هتعبر عن مين بس؟ عن الجي ام، لكن بينما دي عبرت عن مين؟ جي ام على ايه؟ كاباسيتس، فبالتالي فيها معلومه اكتر للكومباريزن عن الديفايس ايه؟ الديفايس بيرفورمانس. معناها الاوت كارنت على الايكو فولتج، كان السيركت بتاعتك او الامبليفاير بتاعك بيحول فروم فولتج تو كرنت، في دوائر كتير بتعمل كده. فاهم قصدي؟ تبقى انت عايز السيركت اللي بعدك تاخد كرنت. يعتبر جيم بس مسموح بقى فولتج جيم. تمام؟ هنتكلم عليها اكتر ان شاء الله المحاضرات اللي جايه. دي بتبقى وحداتها ايه؟ امبير على فولت. تمام؟ يبقى اسمها ترانس كوندكتور. اسمها ترانس كوندكتس. ترانس كوندكتس هي الاوتبوت كرنت على الايكو فولتج، وفي العكس. تمام؟ العكس اللي هي ايه؟ انبوت كارنت واوتبوت فولتج، وحدتها ايه؟ فولت على كارنت، دي بنسميها ترانس ريزيستنس. تمام؟ ترانس معناها حاجه بتقل، فانت واحده بتقل ريزيستنس والثانيه بتقل كوندكتنس، هي معناها ريزيستنس. طيب تعالى نرجع بقى للايه؟ للاناليسيس الثاني بتاع فريكونسي ريسبونس. دي اخر بقى ميثود هنتكلم عليها قبل ما نبدا نتكلم على الديفرنت تايبس امبليفاير. ما احنا لحد دلوقتي اتكلمنا على الدايركت اناليسيس، اتكلمنا على الاسوشيشن بتاع النودز مع البولز، مش كده؟ اتكلمنا على الميرور، واتكلمنا على ايه تاني؟ بعد الميرور بس، مش كده؟ ناقص بقى الطريقه الايه؟ الاخيره دي اللي بنسميها الاوبن وشورت سيركت تايم كونستنت ميثودز.
لان شفت في السلايدز اللي فاتت لما اجي انالايز الفريكونسي ريسبونس بالذات الهاي فريكونسي تمام بيبقى في كاباسيتس كتير قوي في الدايره فساعات الموضوع بيبقى كومبلكس فما بعرفش احسب ايه التايم كونستنس بطريقه مبسطه يعني تمام فبحتاج طرق تسمبليفاي الدنيا اكتر عشان كده هنتكلم على اخر طريقتين دول الاوبن والشورت سيركت تايم كونستنس اقصد ايه زي ما هنشوف الاوبن سيركت ميثود بستعملها عشان احسب الاوميجا اي والشورت سيركت ميثود بستعملها عشان احسب مين؟ الاوميجا لو خلاص وهنتكلم بالتفصيل دلوقتي يعني يمكن اتكلمنا في اول محاضره بطريقه مبسطه كده على الموضوع مش كده؟ لان قلنا لما اجي احسب الاوميجا هاي هعمل الايه؟ هبص على كاباسيتورز معينه صح؟ وانلايز البارلل كاباسيتورز بس والعكس لما اجي احسب الاوميجا لو هبص على السيريز كاباسيتورز وهعمل اوبن للايه؟ للاذر كاباسيتورز خلاص؟ بس هتفهموا الاسم جاي منين دلوقتي؟ خلينا ايه؟ نكمل يعني. بس اللي احنا متفقين عليه ان انا لما احسب الاوميجا هاي هاخد البارلل كاباسيتورز ولما احسب الاوميجا لو هاخد الايه؟ السيريز كاباسيتورز. طبعا ده في غالبيه الاحوال في حاجات هتبقى مختلفه شويه وهنبقى نتكلم عليها. طيب انا هنتكلم على اول طريقه اللي هي الاوبن سيركت ميثود. ايه الاوبن سيركت ميثود؟ الاوبن سيركت ميثود اتفقنا دي اللي هحسب بيها مين؟ الاوميجا هاي. خلاص؟ الميثود دي طبعا هي ديريفيشن خلاص هي ثيوريتيكال ديريفيشن موجود في سيفرال سميث لو حد عايز يبص عليه بس ايه احنا مش هنخش في تفاصيله يعني احنا هنعرف بس ازاي نستعمل الايه الميثود دي ان انا استميت الاوميجا باي طيب هي يعني الميثود دي بتقول لك ايه لو انت عندك سنجل بول في الدايره هيبقى شكل الريسبونس عامل ازاي هيبقى كده وينزل ايه 20 دي بي بير داكت مش كده؟ طب لو ظهر لك بول تاني هيحصل ايه؟ ها ممكن ريسبونس ينزل ب 40 دي بي بول تالت 60 دي بي وهكذا خلاص؟ فالطريقه بتاعت الاوبن سيركت ميثود بتعمل ايه؟ بتقول لك طيب لو انت في عندك كاباستور واحده في الدايره فالكاباستور اللي هيدي لك ايه؟ بول واحد فممكن اتخيل ان كل بول من دول بيريبريزنت ايه؟ نتيجة كاباسيتور في الدايرة مش كده؟ طبعا ده كلام جنرال مش كده؟ في بعض الكاباسيتورز ممكن تدي لك نفس البول لو هما بارلل مع بعض مثلا فانت هتجمع حاجات البارلل وتشوف عدد الايه الكاباسيتورز المختلفة طيب الاوبن سيركت بقى بتعمل ايه؟ هي عايزة تحسب مش كل البولز زي ما احنا كنا بنعمل قبل كده احنا كنا بنعمل قبل كده في البيبر نحسب ايه؟ كل بول نتيجة كل نود مش كده؟ الاوبن سيركت ميثود عايزة تحسب بول واحد بس اوميجا واي خلاص ده اللي اهم فهي عايزه تشيل كل البولز دي وتقول لك والله تقريبا يعني بدل ما مثلا في سنجل بول هنا وجود البول التاني ده هيعمل ايه في البول الكومبايند؟ هيحركه في اي اتجاه؟ ها يمين ولا شمال؟ شمال مش كده؟ يعني لو سنجل بول البول هنا بس صح؟ خلي بالك البول تعريفه ايه؟ اللي الريسبونس قل عنه كام؟ 3 دي بي مش كده؟ فلو هو واحد يبقى هينزل عند اول بول لو هو التاني فده هينزله اقدر شويه فده هيحرك البول فين؟ كده شويه. طب وجود التالت هيعمل ايه؟ حركه اكتر. فكان وجود التلاته نقل عن وجود ايه؟ ان ايكوفيلنت نيو بول اسمه اوميجا هاي. طب ايه علاقه اوميجا هاي بقى بكل البولز دي؟ خلاص هو السميشن بتاع الايه؟ التايم كونستنت بتاع البولز. خلاص مش كل بول اسوشيتد بكاباسيتور دي تايم كونستنت تاو التاو بتساوي الالفا سي زي ما كنا قلنا قبل كده. ولا خلاص يبقى الاوميجا هاي كومبايند هي واحد على سيجما تايم كونستنس تمام يعني كانه ايه كانه شال تاثير الثلاثه بولز وقال لك والله كان ايه تقريبا كان الريسبونس الجديد هيبقى ايه هيبقى نازل عند فريكونسي قبلهم شويه تمام وقال لك تحسبها ازاي بدلاله الايه الانديفيدوال بولز او الانديفيدوال تايم كونستنس هو التايم كونستنت تعريفه ايه واحد على الاوميجا مش كده؟ يعني لو الاندفجوال بول واحد على ار سي فالتايم كونسنت هو ايه؟ هو الار في السي. ماشي حد دلوقتي؟ مش فاهم الشيفت اللي حصل لحد قلت عليه ده الشيفت حصل ايه؟ طيب انت لو رسمت هو هنا الرسمه بس انا راسم واحد لوحده فالواحد لوحده هيمشي كده وهينزل هنا مش كده؟ التاني هيمشي ازاي؟ هيمشي كده وهينزل كده
صح؟ التالت ماشي ازاي؟ كده وكده. طبعا الاخر سنين ده الجود بلوك فده تفريدي، والحقيقه بيبدا ينزل ايه من قبلها بشويه، ده بيبدا ينزل من قبلها بشويه، ده بيبدا ينزل من ايه؟ من قبلها بشويه. طب الكومبايند هو ايه؟ حاصل ضربهم او حاصل جمعهم؟ طب فلما تيجي تبص على الكومبايند، انا ينزل عن اول واحد ده ولا من قبله بشويه؟ ليه؟ لان يعني دول ايه؟ ينزلوا ريسبونس شويه زياده. فكان الافكتيف كول هيتشفت ايه؟ قبل اول واحد بشويه. اول واحد ده كنا اتفقنا مره فاتت بنسميه ايه؟ الدوميننت بول. مش كده؟ دايما اول واحد بيظهر اسمه ايه؟ الدوميننت بول. بس طبعا لو الدوميننت بول ده اصغر قوي من بقيه البولز يبقى تقريبا هو اللي هيبقى ايه؟ هو ده هيدومينيت الفريكونسي ريسبونس. مش كده؟ التانيين دول مش هيأثروا. وده هيبقى واضح فين؟ عمليه الجمع دي. مش كده؟ ليه؟ لان ايه العلاقه بينهم؟ احنا بنقول ان الاوميجا هاي هي واحد على سميشن ايه؟ التاوس. مش كده؟ التايم كونستنس هي تاو اي. هي تاو اي علاقتها ايه بالاندفجوال اوميجا سيجما؟ يبقى واحد على سيجما واحد على ايه؟ اوميجا بول اي. مش كده؟ طب يبقى الاوميجا بولز اللي تبعد قوي اللي هي تروح ناحيه انفينيتي هيحصل لها ايه هنا؟ تأثيرها هيبقى مؤمن ولا لا؟ هيبقى مؤمن. مش كده؟ فاذا ايه؟ الكلام ده لوجيك، ان كل ما الدومين بول هيبقى بدري والبولز الثانيه طبعا الفريكونسي عالية. الدريفيشن بتاع الاكسبريشن ده مرتبط شويه ببعض الابروكسيميشنز، والمين ابروكسيميشن فيه هو الايه؟ هو اللي احنا قلناه ده، ان دايما السيركل بتاعتك فيها 1 دومينانت بول والباقيين مالهم ابعد شويه، بس بيأثروا عليه تأثير بسيط ان هم يحركوا الايه؟ الاوميجا هاي. خلاص، وزي ما هنتكلم بعد كده في المحاضرات اللي جايه، دايما في الديزاين امبليفاير ديزاينز هو ده بيبقى الوضع عندك، دايما بتديزاين السيركت بتبقى قاصد ان هي فيها 1 دومينانت بول والباقي بعيد. خلاص؟ نتيجه الاستابيليتي كونسيرنز اللي في الدايره، ممكن يحصل في استابيليتي في الدايره، وهنتكلم عن الموضوع ده اكتر ان شاء الله في الفيدباك. فالابروكسيميشن ده اللي عايز اقوله ان هو عاده بيبقى فيري فاليد ابروكسيميشن. خلاص؟ طيب يبقى سؤال بقى، ازاي احسب مين؟ التايم كونستنتس. مش كده؟ احسبهم ازاي؟ الميثود دي بتقول لك امسك كل كاباسيتور سي اي في الدايره عندك، حيث اي بقى من ايه؟ من واحد لحد ان، وان ده كل كاباسيتور في الدايره. خلاص؟ وكل كاباسيتور احسب له الايه؟ الريزستنس اللي هو شايفه. خلاص؟ اللي هي ار اي، بس مسميها هنا ار اي ايه؟ او ار اي اوبن، لان هي الاوبن سيركت ميثود. طيب لما يبقى عندك كذا كاباسيتور وعايز تدرس الـ او تحسب التايم كونستنت بتاع كل واحد فيهم، هتعمل ايه في الباقي؟ يعني افترض انا عندي كذا كاباسيتور في الدايره، عايز احسب التايم كونستنت اللي ده شايفه، اعمل ايه ده؟ احنا بنحسب هاي فريكونسي صح؟ اوميجا هاي، فعايز اشيل تاثيره، يبقى عارف ايه؟ في الهاي فريكونسي تاثير ايه؟ بالظبط، فهقول سيركت الايه؟ الكاباسيتور ده، رغم ان هو ملهاش بقى دعوه هنا هو سيريس ولا ايه؟ ولا بارلل. خلاص؟ انا دلوقتي كده بانلايز السيركتس عند الفيري هاي فريكونسي عشان احسب الاوميجا هاي. خلاص؟ فانا عايز اشوف الكاباسيتور ده لو كان موجود لوحده في الدايره تمام؟ هيظهر لي بول عامل ازاي؟ في حته الكاباسيتور ده مش موجود. يعني ايه تاثيره مش موجود فيه؟ خلاص؟ يبقى اعمل ايه في الكاباسيتورز الثانيه؟ اعملها اوبن واحسب التايم كونستنت بتاع كل كاباسيتي. عشان كده اسم الميثود اسمها اوبن سيركت ميثود. خلاص؟ اوبن سيركت لان انا كل ما بمسك كاب عايز احسب له التايم كونستنت بتاعه باوبن الايه؟ الكابس التانية. طيب تعالى نمسك واحد واحد بقى، يعني ده مثال اهو. خلاص تعالى نفترض ان انا عندي دايره بالمنظر ده. خلاص مش هنرسم الامبليفاير، خلاص انا هنلايز ايه؟ اسمه سيجنال على طول. ازاي اوبن سيركت والفريكونسي عاليه قوي؟ ماشي، انت هي الفكره ايه؟ انت بتفكر فيها ان انت عايز تحسب، يعني بص على الرسمه دي. خلاص؟ انت عندك هنا اوميجا بي 1 واوميجا بي 2 واوميجا بي 3 صح؟ فانت عايز تحسب كل واحد منهم. خلاص؟ فكانك هتعمل ايه؟ كانك هترسم الدايره تاني بس بحيث ان يبقى فيها البول ده بس ودول مش موجودين. تمام؟
هيبقى كانك هتقط الكباسيتي مش موجود في الدايره. تمام؟ خلاص؟ طيب تعالوا نعملها هنا في الحاله دي. عندي تو كاباسيتورز. عايز احسب الايه؟ الامبيدنس او التايم كونسنت بتاع ده، هعمل ايه ده؟ هاوبن ده. طب لو جيت اوبن ده هعمل ايه في الانبوت؟ طبعا هشيل تاثير الانبوت، طالما هو فوق السورس هعمله ايه؟ شورت سيركت. شورت يبقى دي بدل الفاريبل مع دي على طول. يبقى ايه الار اللي هو شايفها؟ ار سيجنال فاريبل مع ايه؟ مع ار. الانبوت انا بحسب التايم كونسنت بتاع الكباسيتور بشيل تاثير الانبوت. صح زي ما كنا عملنا في المحاضرات اللي فاتت. فيبقى التايم كونسنت بتاع اول تاب ده هو الار دي بارلل مع ايه؟ مع الار دي. فكده حسبت اول تايم كونسنت. تمام؟ طيب كده عملت اول ايه؟ جزء. طب تاني واحد اعمل ايه؟ اوبن الكباسيتور ده. عايز احسب بقى الريزستنس اللي الكباسيتور ده شايفها عشان اسيب التايم كونسنت. احسبها ازاي؟ دي معقده شويه صح؟ لان هو ايه؟ من ناحيه دي واصل بالديبندنت سورس ومن ناحيه دي واصل بايه؟ بالريزستنس. فلازم اعمل في الحاله دي انجكت فولتج سورس ما بين التو نودز واحسب الايه الكرنت اللي هيتسحب من الايه؟ من السورس ده، فاسمي ده مثلا بي اكس السورس اللي انا هحطه واسمي الكرنت اللي هيتسحب منه ايه؟ اي اكس واحسب الريشيو بين مين؟ بي اكس لاي اكس. يبقى هي دي الريزستنس اللي الكباستور ده شايفها ما بين اي تو تيرمينالز ما بين التيرمينال دي ريليتيف لايه؟ لدي. طبعا دي الجنرال ميثود اللي بنجيب بيها اي ايه؟ اي ريزستنس. انا هحط السورس واحسب اللي فيه على ايه؟ على الاي. طيب هعمل ايه في الكباستور ده؟ قلنا بتاع اوبن ودي السورس ده هيبقى شورتد. طيب الناحيه دي التو ريزستورز دخلوا ايه؟ ان بارلل. خلاص تحولنا بقى لايه؟ لدايره بسيطه ممكن نعملها اناليسيس السلايد اللي جايه. خلاص هعمل اناليسيس ازاي في حاجه زي ايه؟ عادة الاناليسيس في السيركتس دي بما ان انت عندك ديبندنت كارنت سورس هنا يبقى سهل قوي انت تعمله ان انت تكتب بي سي ال عند الديفرنت نوت. انا عندي كام نوت هنا؟ نوت عند الجيت ونوت عند الرينج ودرين. بس اكتب بي سي ال مره هنا هتجيب ايكويشن للاي اكس وفي جي اس مش كده؟ اي اكس اللي هو الكرنت اللي خارج هيساوي ايه؟ في جي اس على الاثنين ارز ان بارل بس الاشاره ايه؟ نيجاتيف. يبقى دي اول معادله فوق. المعادله الثانيه اكتب نوت هنا اي اكس هيساوي ايه؟ الكرنت اللي خارج ده هو جي ام في جي اس زائد الكرنت اللي خارج فين؟ هنا. طب الكرنت اللي خارج هنا هجيبه ازاي؟ ها؟ هو الفولتج ده على الار. طب الفولتج ده اجيبه منين؟ مش انا عارف ان ده اعلى من ده في اكس. طب وده بيساوي كام؟ انا ما اعرفش ان هو في جي اس. يبقى ده هو مين على طول؟ في اكس زائد ايه؟ في جي اس. يبقى جبت المعادله الثانيه شيل بس في جي اس من هنا اعوض هنا يبقى جبت علاقه بين ايه؟ في اكس واي اكس. نحل المعادله مع بعض هنطلع الايه؟ الار ما بين الجيت للترين نسميها هنا ار جي دي هضرب الار جي دي في الايه؟ في السي جي دي يبقى جيت الفاين كونستنت التاني هتلاقي طلع لك الايه؟ الاكسبريشن ده اللي هي طلعت ان الار دي زائد الار دي زائد جي ام وحاصل ضرب الايه؟ التو ارز. طيب بعد ما جيت التو تايم كونستنت يبقى انا جيت تايم كونستنت الكباستور اللي كان واصل ما بين الجيت للترين وتايم كونستنت تاني الكباستور اللي واصل منين؟ جيت السورس. يبقى فين الاوميجا هاي بقى؟ الافكتيف اوميجا هاي هي ايه؟ واحد على سميشن الايه؟ التو تايم كونستنتس اللي حسبتها. الار هي الريزستنس اللي الكباستور شايفها. خلاص اهم حاجه في الموضوع انك تبقى دايما واخد بالك انك تانلايز الاوميجا هاي انك تستعمل الايه؟ الاوبن سيركت ميثود. فلما تانلايز كباستور تعمل اوبن لايه؟ لباقي الكباستور. تمام؟ ليه بقى؟ لان لما اجي انلايز العكس الاوميجا لو هنا اكس. تمام؟ يعني لما تيجي تانلايز الاوميجا لو هنستعمل ميثود العكس بقى نسميها الشورت سيركت تايم فانكشن ميثود. تمام؟ طيب تعالى نفكر ليه؟ الاوبن سيركت الشورت سيركت ميثود عايز استغلها ان انا احسب ايه؟ الاوميجا لو. الاوميجا لو هتبقى فين؟ العكس مش كده؟ الناحيه الثانيه اللي هي هتبقى فين؟ لو عندي كور واحد هنا يعني هو ده محصله على هذا السرير بس ممكن يبقى عندك كذا كور وانت عايز تحسب الايه؟ الاكسبكتد اوميجا لو. طب الحاله دي الاوميجا لو هيشوف في اتجاه؟ ها؟ لما يجي لك هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد هيشوف فين؟ هاير مش كده؟ هيشفتوه كده. طيب فين
نفس الفكره، لو عندك كذا بول برضه البولز هنا مش كده؟ يبقى انا عايز اجيب ايه؟ اوميجا رو واحده تبقى محصله الايه؟ الثلاثه دول. هنا بنسميه ليد دوميننت لان فين الليد باند بتاعك؟ الليد باند دي الحته دي صح؟ فهو اول واحد هتقابله من ناحيه الايه؟ الليد باند دي هو ده اللي بيدومينيت الفريكونسي ريسبونس بتاعك. خلاص؟ طيب احسبها بقى ازاي؟ بالنسبه للناحيه الثانيه اللي اسمها ايه؟ الشورت سيركت تايم كونستنت ميثود. طب هي بتقول ايه بقى ساعتها؟ خلي بالك الاكسبرشن هنا مختلف شويه، بتقول ان الاوميجا لو افكتيف نتيجه الثلاثه بولز دول هي عباره عن ايه ده؟ سيجما الواحد على ايه؟ على التاو. خلاص يعني مش واحد على سيجما التاو، لا العكس. سيجما واحد على التاو. خلاص؟ سيجما واحد على التاو اللي هي مين على طول؟ اللي هي سيجما الايه؟ الاوميجا واحد على طول مش كده؟ يعني كانه هيعمل ايه؟ سميشن الايه؟ للبولز. طب هل ده منطقي ولا لا؟ يعني لو عندك واحد دوميننت يعني تعالى نفكر فيها كده لوجيك ولا واحد دوميننت هيبقى اكبر واحد ولا اصغر واحد؟ ها؟ اكبر واحد. طب لو التانيين تاثيرهم ضعيف قوي يبقى يمشي في اي اتجاه؟ كده ولا كده؟ ها؟ كل ما هيمشي كده مش هيبقى ليهم تاثير. صح؟ مش هيأثروا فين؟ مش هيأثروا على الايه؟ على السلوك بتاع النازله دي مش كده؟ طيب كل ما يبقى لهمش تاثير يبقى الفاليو بتاعتهم هيحصل لها ايه؟ هتقل. طب يبقى الايكويشن دي هيحصل لهم ايه هنا؟ يبقى الاوميجا بي اي هتقل. هل فعلا تاثيرها هيروح من الايكويشن ولا لا؟ هيقل مش كده؟ تاثيرها مش هيبقى موجود لان انت بتجمع اراضي الاوميجا هناك ولا بتجمع ايه؟ واحد على الاوميجا مش كده؟ يبقى كل ما البول هنا هيبعد عن الميد باند تأثيره هيقل على مين؟ على الأوميجا لو، وفعلا الكلام ده كونسيستنت مع مين؟ مع المعادلة بتاعتي. طيب الفرق إيه دلوقتي بقى؟ هحسب إزاي الأوميجا بي أي أو تاو أي؟ هحسب التايم كونستنت بتاع كل كباسيتي في الدايرة إزاي؟ هبص على التايم كونستنت بتاعه مش كده؟ واتفقنا في الحالة دي نوع الكباسيتي دول هيبقوا إيه؟ هيبقوا كلهم إيه؟ سيريس كباسيتي سكت سيجنال مش كده؟ ففي المثال ده انا حط واحد ناحيه الانبوت بعمل بيه بلوكينج للدي سي مش كده؟ وبفقد الدي سي سيجنال للايه؟ الامبليفاير بتاعي. واحد تاني حطه فين؟ في الاوتبوت برضه لنفس السبب انا عايز الدرايف لود بس اللود ده واصل على ايه؟ اللود ده واصل على الريزستور تو جراوند فانا عايز ابلوك الايه؟ الدي سي عشان ما يسحبش كارنت من الامبليفاير بتاعي. خلاص فالاثنين في سكه سيجنال. اصلا فاهمين من الاكزامبلز اللي عملناها الفترات اللي فاتت ان التو كاباسيتورز دول هيانتروديوسوا زيرو سبيك عند الدي سي مش كده؟ يعني كل واحد فيهم هيانتروديوس زيرو عند الدي سي وهيانتروديوسوا بول سبيك عن فريكونسي اقدر احسبها من ايه؟ بالتايم كونستنت بتاع كل واحد فيهم. يعني لو جيت احسب التايم كونستنت بتاع ده اعرف احسب له الاوميجا ايه؟ الاوميجا بي 1 هنا. ولو جيت احسب التايم كونستنت بتاع التاني اقدر احسب له الاوميجا بي 2. خلاص بس احنا دلوقتي مش عايزين نحسب الاندفجوال ايه؟ بول فريكونسيز. انا كان ممكن اعمل كده عشان ارسم الايه؟ الاكزاكت بول بلوت. لكن الشورت تايم شورت سيركت تايم كونستنت ميثود عايز ابروكسيميت الاثنين دول بايه؟ ان افكتيف كت اوف فريكونسي حاجه تقريبيه تديك الايه؟ الفاليوز التقريبي بتاع الامبليفاير بتاعك. خلاص يبقى هحسب ازاي بقى التايم كونستنت بتاع ده؟ ابص على الريزستنس اللي هو شايفه مش كده؟ طيب ده عايز ابص على الريزستنس اللي هو شايفها وعايز افترض ان ده تاثيره بعيد جدا. تاثيره بعيد جدا اشيله الدايره ازاي؟ ها؟ شورت سيركت مش كده؟ شورت سيركت ليه؟ كاني عايز احسب ان انا ايه؟ فيري لو فريكونسي بعيد جدا عنه مش كده؟ هيبقى ايه؟ هيحصل له ايه؟ شو لا انا اسف عكس انا عايز افترض ان انا هو هنا ليه تاثير جامد صح؟ يعني لو هو النون دوميننت بول يبقى انا كل ما امشي كده هياثر انا عايز اعكس مش كده؟ انا عايز امشي في الاتجاه ده الحته اللي هو مالوش تاثير فيها مش كده؟ فيبقى كاني لو هحسب بده يبقى ده مالوش تاثير يبقى ايه؟ شورت سيركت. خلاص وده ماشي برضه مع ايه؟ مع الاسم بتاع الميثود اللي هي الشورت سيركت تايم كونستنت. خلاص فيبقى هشورت ده واحسب التايم كونستنت ده والعكس يعني. تمام؟
تعالي نبص على الايكويشنز في السلايد اللي جاي. بص يعني ايه عشان ما تلخبطش نفسك، انت دلوقتي عايز تحسب الكون مثلا بتاع ده صح؟ فعايز تانلايز الدايره في وجود ده بس. فعايز البول التاني يبقى في اي اتجاه؟ بالظبط، عايز البول التاني يبقى في كده مش كده؟ او انت تبقى فين؟ ما هو يا اما هو يبقى في كده يا اما انت تبقى فين؟ انت تمشي كده. فانت تمشي كده يبقى انت بتطلع هاير في الفريكونسي صح؟ يبقى هو يبقى ايه؟ يبقى هو يبقى شورت. لان هو احنا لو اوميجا سي فانت هاير في الفريكونسي. مش الدومينانت، انا يعني افترض ان انا عايز انلايز اوميجا بي 1 دلوقتي. خلاص ده اوميجا بي 2 لو نتيجه الكباسيتور الثاني. فانا عايز انلايز دايره نتيجه وجود ده بس. فعايز ده ما ياثرش. فيبقى كاني عايز ده يتحرك في اي اتجاه؟ ده يتحرك كده. او كاني انا بتحرك فين؟ يمين. يبقى كاني انا هاير فريكونسيز ريليتيف للايه؟ للبول، يبقى هو شورت. تمام؟ عكس الايه؟ عكس الطريقه الاولانيه مش كده؟ الطريقه الاولانيه انا عايز انلايز ده. صح؟ فعايز اعمل ايه ده؟ ابعده جدا مش كده؟ او كاني انا باوبريت فين؟ ات لور فريكونسي. فانا لو باوبريت ات لور فريكونسي ريليتيف للبول ده يبقى الكباس ده هيحصل له ايه؟ واحد على اوميجا سي وانا ات لور فريكونسي يبقى هو ايه؟ بول. تمام؟ طيب في كل ناقص هنا نعمل ايه؟ نشيل الترانزستور نحط السمول سيجنال الكوفلنت سيركت بتاعته، نعمل المثال ده على باي بولر ترانزستور عشان ايه؟ نبقى اتمرنا على الاثنين. خلاص طبعا الانبوت هيبقى زي ما هو سمول سيجنال سورس، عندي ار اس الكوفلنت كاباسيتور الاولاني سي سي 1، التو ريزستورز بتوع البايسنج شلت بس السبلاي فوق وحطيته جراوند مش كده؟ لان انا بقى نايس سمول سيجنال. حطيت الايه؟ الجي ام والار اي. طبعا انا هنا ما حطيتش الكباسيتور الطبيعي بتاع الترانزستور نفسه مش كده؟ ليه ما حطيتهمش؟ لان عاده الطبيعي لما انا بحسب الاوميجا لو انا بانلايز الايه؟ اللو فريكونسي سايد مش كده؟ عاده الباراسيتكس بتاع الترانزستور هي اللي هتظهر فين؟ في الهاي فريكونسي، عاده مش هيبقى ليها اي تاثير في اللو فريكونسي، فكاننا عملناها هنا. طيب ورسمت بس ايه بقيه الدايره، هل انا امسك واحد واحد عشان انلايز سي سي 1 هعمل ايه وانا في سي سي 2؟ هشورت سيركت خلاص، فالتو ريزيستورز دول كانهم داخل بارلل. ده شايف ريزيستنس قد ايه بقى؟ لازم احط سورس ولا ممكن اجيبها بغض النظر؟ هو شايف من ناحيه الشمال ايه؟ ار اس. طب من ناحيه اليمين شايف ايه؟ هنا علاقه بين ار 1 وار 2 وار 5 كلهم فرق معاهم بارلل تو ايه؟ تو جراوند مش كده؟ فكل دول هيفضلوا بارلل تو جراوند من الناحيه الايه؟ اليمين. فيبقى هو شايف البارلل كومبينيشن بتاعتهم من اليمين ومن الشمال شايف الايه؟ الار اس. يبقى التوتال ريزيستنس اللي هو شايفها عباره عن ايه؟ ها؟ ده زائد ده مش كده؟ اللي على الناحيه اليمين زائد اللي على الناحيه الشمال لهم السيريز مع بعض في قفله الزوج بتاعها. يبقى التوتال ريزيستنس هي ار اس زائد البارل كومبينيشن ار 1 ار 2 ار 4. طيب يبقى كده حسبت التايم كونستنت الاولاني ولا لا؟ التايم كونستنت الاولاني هو الايه؟ السي سي في الايه؟ في الحاصل في الار سي 1 اللي احنا حسبناه. طب نمسك الكباستور تاني. ارسم الدايره تاني، يعني دايما لما تيجوا تعملوا الاناليسيز دي دايما ارسم الدايره كذا مره لكل ايه؟ كباسيتور تعمل له اناليسيس عشان ما تلخبطوش. خلاص فهرسم دايره تاني بس اسيب المره دي كباسيتور اسيب سي سي 2 واعمل ايه في السي كوبلنج 1 اعمل له شورت سيركت. حط له شورت سيركت في الار اس ده كان هنا على طول. طبعا في الحالتين بشيل البي سورس كده لان هو فولتج سورس اندبندنت فاعمل له شورت سيركت. طب ده شايف قد ايه بقى هنا؟ من الناحيه دي شايف ار لود. طب من الناحيه دي لازم افكر بقى مش كده؟ في سورس هنا لازم افكر بقى هيحصل له ايه؟ مش كده؟ طب ده عشان اعرف قيمته بكام لازم اشوف مين؟ الدي بي. طب الدي بي دي هيحصل لها ايه؟ ده هينزل فرق مع ده هينزل فرق مع ده صح؟ يحصل ايه الحته دي؟ ارسمها ازاي؟ ها؟ ممكن نختصرها
مش كده؟ ادي ثيرمال ريزيستنس ودي ار فاي مش كده؟ ودي ايه؟ ودي بي بي صح؟ بس قعدت راسم الحته اللي على الشمال بحيث دي ار اس ثيرمال مع ار واحد ثيرمال مع ار اتنين يبقى بي بي كام على طول؟ زيرو مش كده؟ مش انت كده بتحل النص اللي على الشمال ده؟ مش ده جراوند؟ صح؟ ما فيش اي حاجه صح؟ يبقى دي بي دي هتطلع بكام؟ يبقى دي بي هتطلع بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. طب دي بي طلعت بتساوي صفر يبقى الباراسوس ده ماله؟ ها؟ اوبن سيركت. طب الكارل ده اوبن سيركت يبقى الكابسول شايف ايه من عرضه؟ ار سي ومن الناحيه دي ايه؟ ار بي. يبقى ار سي زائد زائد ار لو. يبقى الريزستنس الثانيه هي ار سي زائد ار لو. لو عايز تتاكد ممكن تدخل معاها الايه؟ الار او. الار او اللي هو فين؟ اللي هي بارل يعني لو انت بتانلايز بالايه؟ بالار او بتاع الباي بولر ترانزستور هتخش بس بارل مع مين؟ مع الار سي. كده حسبت الريزستنس الثانيه هضربها في الكاباسيتور يبقى جبت التايم كونستنت الثاني ويبقى الاوميجا لو هقعد اعرفهم في الاكسبرشن سيجما واحد على ايه؟ واحد على تاو وانا حسبت التاو دي والتاو ايه؟ الثانيه يبقى عرفت اجيب على طول الايه؟ تمام؟ في اي اسئله في الجزئيه دي؟ طيب عرفنا ازاي انلايز الفريكونسي ريسبونس؟ دلوقتي احنا حطينا كل الطرق اللي احنا هنحتاجها في الكورس بتاعنا، واحده اللي هي الدايركت اناليسيس خلاص الاسوشيشن اوف نودز مع بولز ميلر ابروكسيميشن خلاص والاخيره اللي اتكلمنا عليها تاني الاوبن وشورت سيركت تايم كونستنت اناليسيس. خلي بالكم من حاجه بقى ان ميلر از ان ابروكسيميشن ممكن تستعملها في ايهم الحقيقه صح؟ يعني ميلر انا ممكن استعملها وبعد كده انلايز دايره ازاي؟ بالاسوشيشن اوف بولز وذ نودز وبرضه ممكن اعملها وبعد كده اعمل اناليسيس ازاي؟ بالتايم بالاوبن سيركت تايم كونستنت ميثود ممكن برضه كومباين الاثنين مع بعض وبرضه ممكن اعمل ميلر واعمل بعد كده دايركت اناليسيس بس كده يعني ممكن تبقى عملت ابروكسيميشن وانا عايز اعمل دايركت اناليسيس عشان اكزاكت سولوشن فمش ماشيين قوي مع بعض يعني فعادة لما بتطلب منك دايركت اناليسيس يبقى المفروض الايه؟ الاكزاكت اناليسيس ما فيهوش اي ابروكسيميشنز تمام؟ لو هتعمل بقى الاوبن والشورت او الاسوشيشن ممكن نعمل خطوه فيها ميرور لو ايه؟ لو احتاجها تمام؟ طيب اي اسئله في الجزئيه اللي هتلفني؟ نبدا بقى ايه الجزء اللي جاي ان شاء الله يبقى اسرع شويه مش يعني مش هنقعد بقى نخش يمكن في كويشنز كتير قوي هنحاول نمشي اسرع لان احنا اوريدي اتكلمنا على ايه؟ على الفاندمنتال كونسبتس المهمه ان احنا هنلاقي فيها السيرفرز. المحاضرتين بقى الجايين هنبدا نمسك كل نوع من الامبليفايرز ونختار انسب طريقه خلاص وفي بعضهم ممكن نعمل بطريقتين ونشوف الريزلتس طبعا قريبه من بعض ولا لا فعلا. خلاص وانتم ممكن از ان اكسرسايز تجربوا مره تعملوا ديزاين مثلا للامبليفاير وتجرب الطرق دي طبعا قريبه برضه من ايه؟ من السيميليشن ولا لا. يعني ممكن نبقى نتكلم بعد كده على ايه؟ على مشروع صغير تجربوا تعملوه يعني حاجه زي كده. طيب فاول نوع من الامبليفايرز هنتكلم عليه الكومن سورس ويمكن اوريدي شفناه في بعض السلايدز اللي قبل كده. اي امبليفاير هنتكلم عليه هنبقى دايما عايزين نتكلم على الايه؟ عن الحاجتين بتوع مش كده؟ ازاي اسيب الاوميجا لو وازاي اسيب الاوميجا هاي؟ فطبعا من شكل السيركت هنا خلاص انا عرفت ان في سيريس كاباستور سي اي هو اللي هيانتروديوس فين؟ بول الدي سي زيرو الدي سي وبول طبعا خلاص حتى ممكن بمجرد نظر انا عارف احسب البول ده فين؟ لان هو هيبقى واحد على الساين كونستنت بتاع الكاباستور ده اللي هو سي اي موجود في ايه؟ ار 1 بارل مع ار 2 فخلاص عرفت على طول هي جايه فين؟ تمام؟ ما احنا عملنا الاناليسيس صح؟ يعني فاكر المره اللي فاتت عملناها ازاي؟ مش قلنا ده واي باس سكشن؟ صح؟ بالظبط اي واي باس سكشن اعمل الاناليسيس بتاعت في اكس على في انبوت هتطلع ايه؟ اعمل بوتنشال ديفايدر لما جيت عملت البوتنشال ديفايدر طلع الاكسبرشن ده صح؟ عملت كنا عملناه من المحاضرات اللي فاتت لما تبص عليهم عندك 0 على 3 سي و 4 على 5 فريكونسي والهاي فريكونسي تقدر تحسبها هي ايه؟ 1 على ايه؟ ار اي موضوع في الار مع ار صح؟ هي ما فيهاش ايه؟ احنا قلنا ده هاي باس سكشن فلازم يتفيديوس الاثنين على بعض. دي اول جزئيه حسبناها في الايه؟ في اللو فريكونسي ريسبونس. احنا دايما هنتكلم عن حتتين اللي هو الهاي
طيب البارازيتيك سلاب ترانزستور طبعا قلنا هنأجلها فين؟ لما نتكلم عن هاي، كان لو مفيش حاجه هتأثر فيه غير مين؟ غير الكباسيتور ده. يبقى انا كده عرفت احسب الاوميجا لو على طول بتاعت السلك دي، حسبت الاوميجا لو. طيب ناقص احسب مين دلوقتي؟ تمام؟ قبل ما اخش على الاوميجا لو احسب مين كمان؟ الميد باند، مش كده؟ مش هحسب كده الاوميجا لو بتاعت السلك دي خلاص. طب ناقص احسب مين؟ نحسب الميد باند. احسب الميد باند ازاي؟ ها؟ الميد باند طبعا الكباسيتور كانه ماله؟ كانه مش موجود، صح؟ في الحاله دي هعمل له ايه؟ شورت سيركت. طيب شورت سيركت اقدر انلايز المساله دي زي مسائل بالظبط اللي انتوا كنتوا بتعملوها اناليسيس السنه اللي فاتت، مش كده؟ ما فيهاش اي فرق، صح؟ طيب فاكرين الامبليفاير ده كان الجيك بتاعه بيطلع قد ايه ولا لا؟ ها؟ انا عامل له ديجنريشن بايه؟ بار اس، مش كده؟ هو لو ما كانش فيه ديجنريشن كان يبقى الجيم بتاعه كام على طول؟ كان بيبقى نيجاتيف جي ام في الايه؟ في الار دي، كده؟ لو تفتكروا كده من السنه اللي فاتت لما بنعمل له ديجنريشن بار اس، طبعا ممكن تمشي ورا المعادلات، يعني معادلات بسيطه في هعمل نوت ايكويشن واحلها، هيطلع لي الجيم نيجاتيف برضه طبعا، بس بدل ما هو جي ام في ار دي بيطلع ماله؟ ديجنريت، بيطلع ار دي على ايه؟ على ار اس. يعني كان في ابروكسيميشن كده مشهور شويه بتقول لو واحد على جي ام اصغر من ار اس كان الجيم بيطلع كام على طول؟ ار دي على ار اس، صح؟ كنا دايما بنقول لو انا عندي امبليفاير اعمل له ديجنريشن السورس ريزيستنس كبيره، يعني ار اس اكبر من على جي ام، كان الجيم بتاعه ابروكسيمتلي بيطلع نيجاتيف ايه؟ الار دي على الايه؟ على الار اس. بس لو عايز ابقى اكيوريت ممكن اقعد اكتب النوت ايكويشنز زي ما احنا عملنا هنا، الاقي ان الجيم طلع ار دي على ار اس زائد ايه؟ واحد على جي ام. تمام؟ يبقى اللي احنا حسبناه هنا هو مين؟ هو الميد باند جيم. خلاص؟ ممكن طبعا تمشوا على ايه؟ على النوت ايكويشنز، يبقى حسبنا الاوميجا لو وحسبنا الايه؟ الميد باند جيم. طب اسالك سؤال، طيب ايه فايده ان انا عملت الديجنريشن دي؟ استفدت ايه؟ يعني لو انت بتديزاين امبليفاير، ايه فايده ان انا اجي للامبليفاير كده ومزود له ار اس اللي احنا تحت دي؟ يعني الار دي طبعا مفهومه، مش كده؟ الار دي وظيفتها في الدائره ايه؟ هعلي الجيم بيها، مش كده؟ كلها هزودها هزود الجيم. طب والار 1 والار 2 الفانكشن بتاعتهم واضحه ولا لا؟ بعمل بيهم ايه الار 1 والار 2؟ بس انت دي سي بوينت بتاع الجيت، مش كده؟ الفانكشن بتاعتهم واضحه في الدائره، انما الار اس دي ايه الفايده منها؟ بالظبط كده. فالفايده ده من دي ان انا بحاول اشيل تاثير الجي ام على الجيم، تمام؟ ليه؟ انا لو الجيم طلع ار ار ار، تمام؟ دايما ده احسن سيناريو في الامبليفايرز، خلاص؟ ليه بقى؟ هو الجي ام دي فانكشن في ايه؟ ها؟ فانكشن حاجات كتير قوي، في البايس بوينت بتاعت الترانزستور ابسط حاجه، مش كده؟ وفي ايه تاني؟ فاكرين؟ كي في البي جي اس ماينس بي تي، فالفانكشن في البايس بوينت، فانكشن في الكي، صح؟ الكي دي اللي هي عباره عن ايه؟ نيو ان سي اوكسايد في دبليو على ال. طب النيو والسي اوكسايد دول فانكشن في البروسيس ولا لا؟ ها؟ لو البروسيس صغيره شويه مش ممكن السي اوكسايد تختلف شويه؟ النيو ان مش فانكشن في التمبرتشر؟ صح ولا لا؟ النيو ان فانكشن في التمبرتشر، يبقى اذا الامبليفاير بتاعي الجيم بتاعه ممكن يحصل له ايه؟ يتغير. لكن لو انا خليت ار اس اكبر من على جي ام فيبقى الجيم بتاعي ار على ار، فمش هيبقى فانكشن في الايه؟ ولا في البايس بوينت ولا في التمبرتشر، تمام؟ واخليه ار على ار. طب مش البروسس لو اتغيرت الار ممكن تتغير ولا لا؟ البروسس لو اتغيرت ممكن الريزستيفيتي تتغير؟ ممكن الريزستيفيتي تتغير، مش كده؟ طب بس هو الميزه اللي هو ايه؟ على طب لو دي اتغيرت دي هيحصل لها ايه برضه؟ هتغير زي لو الريزستنس بتاعت التكنولوجي اتشفتت شويه يبقى الاثنين هيحصل لهم ايه؟ هيتشفتوا مع بعض، فالريشيو بينهم هتفضل دايما ايه؟ ثابته. فدايما حاجه ديزايرد ان انت الجيم بتاعك يبقى ايه؟ ريشيو اوف حاجات زي بعض، تمام؟ فدي ايه؟ فايده الديجنريشن في الامبليفايرز ان جنرال يعني. طبعا دي فوائد ثانيه بس ايه؟ يعني دي الفايده الرئيسيه اللي عايزين نتكلم عليها دلوقتي. خلاص يبقى نقدر نكومباين التو ايكويشنز دول، حسبت الاوميجا لو وحسبت الميد باند جين من السلايد اللي فاتت، يبقى الفي اوت على الفي ان هو ايه؟ حصل ضرب،
النت باند جيم بتاعي اللي هو ار دي على ار اس زائد 1 على جي ام مضروب في الايه؟ في الترم اللي جاي من الهاي باس سكشن صح؟ نتيجه الانكوبلنج كاباستور اللي فيه البول والزيرو اللي بيجنريت الاوميجا لو، فعرفت اجيب الايه؟ الاوميجا لو بتاعت السيركت بتاعتي. طبعا نفس الكلام ده نقدر نعمله لو انا عندي باي بولر مش كده؟ يعني تقدروا تكرروا نفس الاناليسيز ده بس نشيل الماس ترانزستور ونحط بداله باي بولر. خلاص هتلاقي الاكسبريشن هتغير حاجه بسيطه قوي. هتلاقي بس اللي فرق ايه؟ ان انا لو بصيت على ده البول هيحصل له ايه؟ بدل ما كان شايف ار 1 بارلل مع ار 2 هيبقى شايف من ناحيه الباي بولر كمان ايه؟ من الماس مفيش ريزيستنس من ناحيه الجيت مش كده اوبن، بس الباي بولر فيه ريزيستنس ولا لا؟ فيه ريزيستنس. فاكرين الباي بولر لما كنا بنبص من البيز الريزيستنس بتاعته كانت بتبقى قد ايه؟ لما ده جراوند وبص هنا بتبقى ايه؟ تبقى ار 5 مش كده؟ طب لما اشيل الجراوند ده واحط ار اس زي السيناريو ده يبقى ايه؟ طيب ازاي؟ ممكن طبعا تعملوا انترفيشن برضه بس مو سيجنال موديل، بس كان ليها اكسبريشن يعني سهل شويه لو تفتكروه، ان انت الامبيدنس اللي في الايميتر بتضرب في مين؟ ها؟ في بيتا بلس 1 وده ظهر صح؟ فساعتها الار ان الحاله دي بتبقى ار باي زائد البيتا بلس 1 في مين؟ في الريزستنس اللي موجوده فين؟ في الاكس صح؟ فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لما تبص من البيز جربوا تعملوا انترفيشن بسيطه قوي، شيل بس شيل الترانزستور ده وحط السمول سيجنال موديل بتاعك خلاص، واحسب الار ان، احسب الار ان ازاي؟ او سورس في اكس واحسب الكرنت اي اكس واحسب الريشيو بينهم في اكس على ايه؟ على اي اكس. اكتب بس معادلات بسيطه هتلاقي ان الار ان طلع ايه؟ ار اي زائد الامبيدنس اللي موجوده في البيز مضروبه في ايه؟ في البيتا بلس 1 تمام؟ طبعا لو البيتا انفنت يبقى الموس الباي بولر يحصل له ايه على طول من البيز ده؟ ها؟ لو البيكا بتاعت الترانزستور قلت لك ان هي انفنت يبقى الار ان بكام على طول؟ في انفنتي هو يرجع زي الموس ولا لا؟ يرجع زي الموس مش هنتفهم هو ده الفرق الوحيد بينهم ان الموس فيه ار باي، فلو البيتا انفنت كان الار باي دي هتبقى بكام؟ ها؟ هي الار باي تساوي ايه؟ تساوي بيتا على مين؟ على جي ام صح؟ ورجعنا جي ام لو البيتا انفنت يبقى الار باي بكام؟ بانفينيتي، فهي الماس يتحول يبقى زي ايه؟ يبقى زي الباي بولر خلاص. خلاص يبقى هسيب لكم الاكسبريشن ده تقدروا تستخدموه بنفس الطريقه دي، تمام؟ نفس اللي عملناه في السلايدز اللي فاتت، بس الفرق زي ما قلنا ان انت يبقى معاك الار ان خلاص بتاعت الباي بولر اللي هي ايه؟ ار باي زائد بيتا بلس 1 ار اس، هتظهر لك هنا مع الفول خلاص يبقى تظهر في الاكسبريشن فوق. هي في فرق بسيط قوي برضه في الايه؟ في الميد باند جيم، ان بدل ما هو ار دي على ار اس هو طبعا ار كولكتور على ار ايميتر برضه زائد الايه؟ الواحده على جي ام. هيظهر بس الترم الاضافي هنا بسيط قوي جنب الواحد ده اللي هو 1 اوفر بيتا تمام؟ عشان اتاكد ان انا صح ممكن اعمل ايه في الاكسبريشن ده؟ احط البيتا في انفينيتي لازم ترجع لايه؟ لنفس الاكسبريشن بتاع الايه؟ بتاع المصري تمام؟ طيب نعرف اخر حاجه في اللو فريكونسي ريسبونس بتاع الدايره دي، نتكلم عن اضافه بسيطه قوي. لو جيت نفس الامبليفاير ده بس ضفت عليه كاباسيتور زياده اللي هو اسمه سي دي خلاص، وهنشوفه هنسميه دلوقتي باي باس كاباسيتور خلاص هنفهم ليه دلوقتي. عايز افهم الكاباسيتور ده هيعمل ايه؟ خلاص تعالى نفكر فيها كده. الكاباسيتور سي دي ده خلاص احنا فهمنا السي اي هيعمل ايه؟ مش كده؟ اللي هو الكابل الكباسيتور في الايه؟ طيب السي بي ده ات هاي فريكونسيز بيحصل له ايه؟ يعني انا عشان افهم كباسيتور اضافي في الدايره هيأثر ازاي؟ اقعد انلايزه مش كده؟ اشوف الهاي فريكونسي هيعمل ايه؟ اللو فريكونسي هيعمل ايه؟ عشان اعرف هو هيانتروديوس بولز ولا زيروز زي ما عملنا قبل كده مع البارلل كباسيتورز او مع الايه؟ مع سيريز كباسيتور مش كده؟ ده كباسيتور يعني نوعه غريب شويه، ما هوش واصل عند الاوت على طول، واصل عند نوت ثانيه مش كده؟ يعني الاوت انا ممكن البرين بس هو اتضاف فين؟
السورس. طيب فتعالى نفكر كده، هل هيتريديوس بول بس زي ما انا متعود ان اي بارل كابستر هيتريديوس بول، ولا ممكن ينتريديوس حاجه كمان؟ هعرف ازاي؟ افكر في تو اكستريمز، افكر عند الاوميجا تنس انفينيتي الكابستر هيعمل ايه؟ هيشوف مين؟ الار اس، فبنسميه بيباي باس الار اس، لان هو بيعمل عليها باي باس او شورت سيركت. طب لما يشورت سيركت الار اس الجيم بتاع الامبليفاير يبقى كام؟ ها؟ يبقى السورس هيبقى جراوند ولا لا؟ السورس هيبقى جراوند، افترض ان هو عمل شورت، يبقى الجيم بتاع الامبليفاير يبقى كام؟ جي ام ار دي، صح؟ طب ده اعلى ولا اقل من وجود الار اس؟ اعلى، مش كده؟ فاكرين احنا قلنا الار اس بتعمل ايه في الجيم بتاع الامبليفاير؟ قللته، مش كده؟ عملته ديجنريشن. طيب الحقيقه ان الهاي فريكونسي الكاباسيتور ده رغم ان هو بارلل تو جراوند بس عمل ايه في الجيم؟ زود الجيم. يبقى از الجيم از اوميجا تنس تو انفينيتي الجيم بتاع الدايره هيوصل للجي ام ار دي. فبالعكس تعالوا نشوف ات لور فريكونسي الكاباسيتور ده هيفضل ايه؟ يبقى اوبن سيركت لو فريكونسي، مش كده؟ الكاباسيتور ده لو لو فريكونسي الجيم يرجع ازاي؟ زي اللي عملناه له اناليسيس السلايد اللي فاتت اللي هو كان قيمته ايه؟ ار دي على ار اس زائد 1 على ايه؟ على جي ام، اللي هو نفس الاكسبرشن استخدمناها في الايه؟ في السلايد اللي فاتت. طب اضرب الاثنين دول في بعض، انهي فيهم اعلى؟ ها؟ ده جي ام ار دي، ده جي ام ار دي مقسوم على حاجه اكبر من واحد ولا لا؟ اكبر من واحد. طيب هو بادئ من جين قليل وهيوصل لجين عادي، صح؟ طب اذا لو بصيت على الرسمه قبل بقى ما افكر في بولز ولا زيروز، لو حاجه بادئه من جين قليل وهتوصل لجين عالي، ها الجين ثابت مش كده؟ هنا ثابت هنا، يبقى لازم يبقى في حاجه هنا تطلع الجين من هنا، يبقى لازم يجي ايه الاول؟ لازم زيرو الاول عشان يطلع ريسبونس لحد ايه؟ يبقى اذا وجود الكباستر ده لوحده بس في الدايره كده لازم يظهر لي ايه؟ زيرو كول، صح؟ واضحه ولا لا؟ انا عرفت الكلام ده ازاي؟ اي انلايز وجود الكباستور ده في الهاي فريكونسي لقيت ان الجين عالي، وفي اللو فريكونسي لقيت ان الجين ايه؟ قل، نتيجه ان هو في الهاي فريكونسي عمل باي باس للايه؟ للار اس. يبقى اذا لوجيكال ان هو ضغط زيرو وضغط بلس. تمام؟ طب مش مقتنع اعمل ايه؟ نانلايز الدايره مش كده؟ طيب فاكرين الاكسبرشن استخدمناه في السلايد اللي فاتت؟ قلنا الجين بتاع الدايره دي هو ايه على ايه؟ قلنا هو ار دي على ار اس زائد 1 على ايه؟ على جي ام، مش شرط ناقص، مش ده الاكسبرشن اللي كانت سلايد اللي فاتت؟ طيب الفرق دلوقتي ان الار اس دي ظهر مع امبارل مين؟ ظهر سي في امبارل، اقدر استعمل نفس الايكويشن ولا لا؟ ها؟ مش ممكن استعمل نفس الايكويشن بس اشيل الار اس واحط ده ايه؟ ار اس بارل مع 1 على ايه؟ اس سي. صح؟ هي بدل ما عندي بس الاناليسيس، ما هو نفس الاناليسيس بس الار اس دي بدل ما هي ريزيستنس تبقى امبيدنس، والامبيدنس دي هي الار بارل مع ايه؟ مع الاس سي. عوض في الايكويشن دي هيطلع لك ايه؟ الاكسبرشن اللي مكتوب فوق هنا. طب الاكسبرشن ده في بول زي ولا لا؟ ها؟ في بول اهو وفي ايه؟ وفي زيرو فوق. اقدر احسب بقى اللوكيشن بتاعتهم ولا لا؟ اقدر احسب اللوكيشن بتاع الزيرو يبقى واحد على ار اس سي بي اللي هو الرقم ده، واقدر احسب اللوكيشن بتاع البول اللي هو كام؟ ها؟ اللي هو 1 زائد جي ام ار اس على ايه؟ ار اس سي. تمام؟ لو بصيت على البول والزيرو واضح ان الاكسبرشن ان البول اكبر ولا لا من الزيرو؟ ها؟ نفس الاكسبرشن اللي في الديناميتر بس مرموق في ايه؟ حاجه اكبر من الايه؟ من الواحد. ما احنا اتفقنا الزيرو معناها ان الريسبونس هيزيد، السلوب بوزيتيف دلوقتي يجي في الداتا. احنا امتى كان ينزل هنا؟ لو الزيرو عدى الدي سي، صح؟ لو الزيرو الدي سي يبقى مضروب فوق في ايه؟ اس في حاجه، صح؟ اس ار سي مثلا، يبقى ات زيرو بيوصل للصفر. لكن احنا الفرق ده اللي هو مجموع ليه؟ مجموع ليه؟ كونستنت، فعشان كده بيبدا من حاجه ثابته وبعد كده يزيد. تمام؟ اي اسئله في الحته دي؟ طب يبقى فهمنا دلوقتي الباي باس كاباسيتور اللي عمل ايه؟ ظهر معاه زيرو وايه؟ وفور. خلاص يبقى هي القاعده العامه ان لما عندي بارل كاباسيتور تو جراوند يظهر فور مش كده؟ بس دي حاله خارجه عن ايه؟ عن القاعده العامه مش كده؟ اعرف ازاي انلايز الدايره افكر فيها اشوف
الترانسفير ده هيعمل ايه في الجين في الهاي فريكونسي وايه في اللو فريكونسي عشان افهم هو انتروديوس كور بس ولا ممكن يبقى ايه ليه تاثير تاني. تمام؟ طب اخر بس معلومه في السلايد دي، الجزء ده اللي احنا سميناه هيظهر فين في الريسبونس؟ هيظهر هنا ولا هيظهر هنا؟ طب اسالك سؤال، هو اللي هيحدد هو لو ولا هاي هو قيمه مين؟ ها؟ قيمه السي في صح؟ كل ما السي في تكبر البول زيرو ده هيشتغل فين؟ لو فريكونس صح؟ كل ما السي في تقل هيشتغل فين؟ الهاي فريكونس صح؟ انت تبقى عايز تيجي فين؟ فاكرين المحاضرات اللي فاتت لما جبنا سيره في حاجه اسمها الايكولايزر؟ قلنا انا حاجه بتعلي الجيم هي تمام، فهي دي السيركت اللي بتعمل الايكولايزيشن تعلي الجيم اللي هي تبقى عايزه تيجي فين؟ باي ديزاين تبقى عايزه تيجي في الهاي فريكونسي. فانا اللو فريكونسي ممكن اشوفه عامل كده صح؟ احط الحته دي فين بقى؟ اختار فين السي بي هتجي فين؟ حته عاليه شويه عشان ايه؟ ترفع لي الجيم. طب هي تبقى ماشي كده على طول ولا يحصل حاجه بعد كده؟ ها ممكن بقى يظهر فولس عاليه تعمل ايه بعد كده؟ توقع لي الجيم. طيب الحته دي انت تقدر باي ديزاين تحطها ايه لو فريكونسي او هاي فريكونسي زي ما انت عايز.